منتخب الشباب واستعداداته، وأيضا حلم التأهل إلى كأس العالم. معانا تقرير عن هذا الفريق، نروح نشوف هذا التقرير ونرجع عشان نكمل ونستعرض أخبار اللي معانا النهاردة. بدأ العد التنازلي لاستضافة مصر منافسات بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاماً بمشاركة 12 منتخباً، تم تقسيمهم على 3 مجموعات تضم كل منهما 4 منتخبات. تقام مباريات البطولة على 3 ملاعب، وهي استاد القاهرة واستاد الإسكندرية واستاد هيئة قناة السويس. وتنطلق بطولة أمم إفريقيا للشباب يوم 19 من فبراير الجاري، وتستمر حتى 12 من مارس المقبل، وذلك بمشاركة منتخبات مصر ونيجيريا وبنين والسنغال وجامبيا وزامبيا وموزمبيق وأوغندا وجنوب السودان وتونس ووسط إفريقيا وجمهورية الكونغو. وتعد تلك البطولة مهمة لتلك المرحلة السنية لأنها مؤهلة لمنافسات كأس العالم التي تقام في أندونيسيا، وستضمن الفرق التي تتأهل إلى المربع الذهبي الوصول لكأس العالم، حيث يمثل القارة الإفريقية 4 منتخبات، وسيكون الوصول إلى دور قبل النهائي هو الهدف الأساسي لكل المنتخبات المشاركة. وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاماً عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى، والتي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا. ويخوض شباب المنتخب الوطني مبارياته على استاد القاهرة، وستكون بداية مشوار البطولة يوم 19 من فبراير بمواجهة موزمبيق في مباراة الافتتاح، والمباراة الثانية ستكون أمام نيجيريا يوم 22 من فبراير المقبل في تمام الساعة 7 مساءً باستاد القاهرة. ويختتم منتخب مصر للشباب منافسات دور المجموعات بلقاء السنغال يوم 25 من فبراير الجاري في تمام الساعة 7 مساءً باستاد القاهرة. وهناك مجموعتين غير مجموعة منتخب مصر. المجموعة الثانية تضم منتخبات أوغندا وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو، بينما يتواجد في المجموعة الثالثة كل من جامبيا وتونس وبنين وزامبيا. ويقضي نظام البطولة بصعود صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة لدور ربع النهائي، بالإضافة إلى أفضل منتخبين بالمركز الثالث في المجموعات. ويقود منتخب الشباب المدير الفني محمود جابر، ويعاونه كرم مرسي مدربا عاما، وحمدي حمدان مدربا، وإيهاب جلال مدربا لحراس المرمى، وشادي الجيلاني محلل الأداء، واللواء عبد الجليل إمام المدير الإداري للمنتخب. مهمة صعبة تنتظر منتخب الشباب، وكلنا ثقة في الجهاز الفني واللاعبين للمنافسة على لقب كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما وضمان التأهل إلى مونديال الشباب. حلم كبير تسانده جماهير الكرة المصرية، أملاً في تحويله إلى حقيقة على أيدي منتخب المستقبل.